من رئيس مجلس الاثنين بالتزار الى جناب مستشار صاحب الجلاله الديوان الملكي الرباط. وبعد بمناسبه اختتام اشغال المجلس الاقليمي لتزار برسم الدوره العاديه لشهر اكتوبر 2013، يشرفني ان التمس من سيادتكم اصاله عن نفسي ونيابه عن اعضاء المجلس وسكان الاقليم ان تنوبوا عنا في رفع اصدق ايات الاخلاص والولاء واحر مشاعر الحب والوفاء الى حضره امير المؤمنين حامكم الوطن والدين جلاله الملك محمد السادس حفظه الله واحاطه بنصره المبين، معبرين لجنابه الشريف عن متين تعلقنا بأهداب عرشه المكين وتجندنا الدائم وراء جلالته فيما يخطوه من خطوات موفقة سديدة ويتخذه من مبادرات حكيمة رشيدة. هذا وإننا نتتبع بكامل الإعجاب والتقدير السعي الحثيث لسيدنا المنصور بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره من أجل توطيد دعائم المشروع الديمقراطي الحداثي وتطوير الحياة الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا. لنثمن غاليا مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية التاسعة، والرامية إلى تطوير الممارسة البرلمانية التعددية بالمغرب باعتبارها خيارا استراتيجيا، وجعل الانتداب بين البرلمان والجماعي عماد الممارسة السياسية التشاركية الهادفة إلى تحقيق تنمية شاملة متكاملة ومتوازنة، وتعزيز سياسة القرب وتجسيد أسس الحكامة الجيدة ونهج خيار الجهوية المتقدمة، داعيا حفظه الله إلى التعبئة القوية واليقظة المستمرة والتحرك الفعال على الصعيدين الداخلي والخارجي للتصدي لأعداء الوطن وإفشال مخططاتهم ومناوراتهم. كما نشيد أيضا بجهود جلالته المباركة لدعم وحدتنا الترابية والدفاع عنها في مختلف المحافل الدولية ونصرة قضايا العرب والمسلمين وتعزيز أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، متضرعين إلى العلي القدير أن يوفق عاهلنا الكريم لما يحبه ويرضاه لشعبه الوفي من رقي وازدهار وتقدم. حفظ الله عاهلنا الكريم بما حفظ به الدفء الحكيم وأسدل عليه رداء الصحة والعافية وأقر عينه بولي عهده المحبوب صاحب سمو الملك الأمير مولاي الحسن وشد أزره بشقيقه الأمير الجليل مولاي رشيد وبسائر آل بيته السعيد، وإنه سميع مجيب الدعاء. والسلام على المقام العالي بالله ورحمته تعالى وبركاته. وحرر بتازة في 25 ذو الحجة 1434 هجرية الموافق ل 31 أكتوبر 2013 ميلادية، خادم الأعتاب الشريفة النائب الأول رئيس مجلس الإقليم لتازة إلقاء العزيز.